أخبار اليوم. تحركت سيارة معطلة. إيه يعني سيارة معطلة تتحرك؟ ممكن تبقى موجودة كده عند قمة مستوى وتنزل خلاص تتدحرج. يعني هيبقى هنا كاف دال جاهل، وهنا المقاومة، وهنا ما جابش سيرة بقى معامل الاحتكاك ولا الخشونة ولا كده، يبقى مقاومة من المقاومات العادية. يبقى ادي المنظر بتاعها، تحركت سيارة معطلة، يبقى اللي هيحركها مش الموتور بتاعها، اللي هيحركها عجلة الجاذبية الأرضية لأسفل المستوى، بيميل على أفقي بزاوية جيبها 1/100. صارت سرعتها أحول دي للكيلو بدل من الكيلو متر، هقول له عين بتساوي اللي هي سرعتها 44.1، هتتضرب عشان أحولها إلى متر على الثانية، هتتضرب في 5/18 تطلع بتساوي 12.25 متر على الثانية. بدي السرعة، يبقى دلوقتي معايا السرعة الابتدائية بصفر، والسرعة النهائية بقت ب12.25 متر على الثانية، ومعايا الزمن 250 ثانية. طالما معايا التلاتة دول أعرف أجيب اللي هو عايزه. إحنا عايزين من دول، من التلاتة دول نعرف نجيب العجلة. يبقى هقول له هنا عين تربيع، أو عين بتساوي عين صفر زائد جيم نون، عين بتساوي عين صفر زائد جيم نون. العين طلعناها ب12.25 متر على الثانية، والعين صفر بصفر، والجيم عايزها في نون اللي هي ب250. يبقى هقول له جيم بتساوي 12.25 على 250. الجيم هتطلع ب49 متر على الثانية تربيع. يبقى انا كده عندي العجلة. اشتغل بعد ما عملت قوانين الحركة، اشتغل قوانين نيوتن اللي هي كاف جيم بتساوي معادلة الحركة، الجسم نازل كده، هيبقى كاف دال جاهي ناقص المقاومة. كاف اللي هو مدهلنا تحركت سيارة معطلة ما عرفهاش، يبقى سيبها زي ما هي. كاف في الجيم انا مطلعها 49 هتساوي كاف اللي هتفضل كاف، واحنا شغالين طالما كيلو جرامات ومتر، يبقى 9.8 في 1/100 ناقص المقاومة. يبقى انا دلوقتي عايز المقاومة، هحط مين من هناك؟ عايز المقاومة لكل طن بتساوي كاف في 98 اللي هي دي، ناقص كاف في 49. يبقى الإجابة طلعت 49 كاف. ده المقاومة، المقاومة بتاعت العربية السيارة كلها، أكتب عليها نيوتن. لما يكون عايز المقاومة عن كل طن من كتلة السيارة، يبقى هقول له أهم حتة في المسألة دي، المقاومة لكل طن بتساوي 49 كاف على عدد الأطنان. طب هي فيها كام طن؟ هي كتلتها اصلا طالما احنا شغالين قوانين نيوتن، كيلو جرام مع متر على الثانيه مع نيوتن. يبقى هنا دلوقتي الكاف دي بالكيلو جرام، يبقى عدد الاطنان هتساوي كاف اللي هي الكيلو جرام على 1000. يبقى معنى كده ان المقاومه لكل طن بتساوي الكاف تطير مع الكاف، يبقى هتساوي 49 لما احولها لثقل كيلو جرام، هقسم على 9.8، يبقى هتساوي 5 كيلو جرام. ممكن تكتبها كده 5 كيلو جرام، او تقول له 5 كيلو جرام لكل طن من كتلة السيارة، بتفهمه كل حاجة في المسألة. قذف جسم كتلته 2 كيلو جرام رأسيا لأسفل. في فرق بين قذف وسقط. قذف لأسفل يبقى عين صفر، هنا مش هتبقى صفر، يبقى عين صفر هو مدهلنا بتساوي 7 على الثانية. من نقطة على ارتفاع 20، يبقى المسافة دي كده 20 الارتفاع، يبقى دي حاجة تانية اللي هي ف بتساوي 20. من سطح أرض رملية احسب طاقة حركة الجسم لحظة وصوله لسطح الأرض. يبقى أنا عايز حاجة تالتة، دي عين صفر ودي ف، يبقى إيه اللي ممكن ينفعني تاني؟ عجلة الجاذبية الأرضية اللي هي بتساوي 9.8
من الثلاثة دول أعرف أجيب السرعة بتاعة الجسم أول ما نزل الأرض، اللي هو عين تربيع بيساوي عين صفر تربيع زائد اتنين دال ف. طب عين تربيع اللي هجيبها يبقى عين بتساوي جذر، عين صفر تربيع يبقى سبعة تربيع زائد اتنين في العجلة اللي هي تسعة وتمانية من عشرة، والمسافة كانت بعشرين، يبقى السرعة هتطلع كام؟ 21 متر على الثانية، دي السرعة. طب هو ايه اللي طلبه؟ احسب طاقة الحركة، وقانون طاقة الحركة معروف اللي هو ط بيساوي نص كاف عين تربيع. ادي النص نص، والكاف قال لي عليه باتنين، والعين تربيع يبقى 21 تربيع، يبقى عرفت طاقة الحركة هتطلع 441. يبقى طاقة الحركة بتساوي نص كاف عين تربيع، هتطلع نص في 2 في 21 تربيع اللي هي 441 جول. ده الموضوع الأولاني، احسب طاقة حركة الجسم لحظة وصوله لسطح الأرض. بعد كده بقى الحتة اللي هي ينفع نستخدم فيها مبدأ الشغل والطاقة، وينفع نحلها عادي بالقوانين العادية بتاعتنا. وإذا غاص الجسم في الأرض مسافة 5 سم، الجسم لما غاص في الأرض يبقى عندنا اللي بيؤثر كاف دال والمقاومة. يبقى لو عايز استعمل قوانين نيوتن العادية هقول له كاف جيم بيساوي كاف دال ناقص المقاومة. هو بيقول عايز المقاومة. طب انا دلوقتي الكاف معانا باتنين، والجيم جديدة معرفهاش، بتساوي كاف اللي هي باتنين في تسعة وتمانية من عشرة اللي هي عجلة الجاذبية ناقص ميم. وهو بيقول احسب المقاومة، يبقى لازم اجيب جيم. طب هو نشوف الثلاث حاجات بتوع الارض كانت عين صفر، والعلما بان الجسم لم تتغير سرعته، يبقى عين صفر هي هي السرعة اللي طلعناها ب 21، ب 21 متر على الثانية. قال سكن يبقى عين نهائية بتساوي صفر، وقال غاص 5 سنتي يبقى الفيه شرطة بتاعتنا اللي هي ب 5 من 100. اعرف اجيب دلوقتي العجلة الجديدة اللي هي داخل الارض بالقانون بتاع عين تربيع بتساوي عين صفر تربيع زائد اتنين جيم ف. دي هنا صفر بتساوي، هو ما اتغيرتش سرعته، يبقى 21 زائد اتنين في جيم في ف اللي هتبقى في 5 من 100. يبقى معنى كده ان جيم بتساوي 21 في 21 بالسالب يبقى 441 على 2 في 5 من 100، يبقى تطلع الجيم طب احنا كده بعد ما جبنا العجلة هو بيقول عايز المقاومة، اعوض في القانون هنا، يبقى هقول له ميم اللي هي المقاومة دي بتساوي، هجيب بقى هنا 2 في 9 و8 من عشرة ناقص الاثنين في جيم اللي انا مطلعها بالسالب، هيبقى سالب في سالب هنا بموجب 4 4 10. الاجابة هتطلع بالنيوتن لما اجمع دول مع بعض طالعين كام؟ طب دي يبقى هتساوي 902 ثقل كيلو جرام. ينفع نفس الكلام ده نعمله بمبدا الشغل والطاقه، ان الشغل المبذول كله من محصله القوه بيساوي التغير في طاقه الحركه، ونحلها حل مختلف عن ده خالص.